فيلمنا بيبدأ بماك بيكون معاه مسدس وأدوات تصليح وبيدخل علشان يسرق البيت وبيحط شريط. تيجي واحدة عجوزة وبيضربها بالرصاص وبتطلع زومبي وبتهجم عليه وبتقدر تضربه وبتكون سريعة جدا في القتال وبتوقع منه السكينة وبيضربها في الآخر وبيخلص عليها بالمسدس ومش بتموت وبيقدر يذبحها بالسكينة. وبتيجي زومبي تاني لكن الخيط بيقطع راسه وبيضربها بالنار وبياخد لسانهم وملابسهم حتى وبيكون لبس البيت واحدة فيهم وبيمشي وبنلاقي واحدة حبسة زومبي تحت الشمس وبتطلع زومبي زيه وبتكون بتجبره على انه يسمع كلامها ويرمي عليه اسمنت. وبيرجع ماك بيته وبيكون مؤمن نفسه كويس وبياخد دش وبيغير وبيخرج علشان يجيب بنته من مدرستها. بيجيب لها جلاتي وبيخبي مكان الجرح وبيكون معاه بنت تاني. وزوجته بتكون متضايقه من اكاذيبه ومستغربه من انه حاطط 5 قفول على الباب. وبيكون ما دفعش مصاريف المدرسه لبنته وبيكون المصاريف 5000 دولار وبيكون مش مصدق ان مصاريف المدرسه. وكمان بتقول له انها عايزه دعامه اسنان وبيكون ثمنها 6000 دولار وبيقول لها انه هيعمل المستحيل علشان يجيب الفلوس عشان بنته ما تمشيش بعيد عنه. وبيروح يختلط الفلوس وبيعرض عليه اسنان الزومبي وبيكون سعرهم 800 دولار والسن الاكبر سعرها 2000 دولار. بيعرض عليه مسدسه وبيشتري جزمته كمان ومش بيوافق على الصفقه. وبيكون الزومبي بيخطط انه يسيطر على المدينه وبتدخل البيت عائلتها مقتوله واللي قتلها مات وبيلاقوا اثار دم مات وده بير اخو ماك وبيكون عاوز ينضم للاتحاد. وبيكون ماك سبب ليهم كوارث وفشل في شغله واخوه بيتوسط ليه انه يتغير وبيديه فرصة اخيرة وبيبيع له الاسنان. والموظف بيكون معترض الموظف على تشغيل ماك في الاتحاد الميداني وبيقول للموظف بيقول له ان في زومبي اسنانهم تساوي ثروة. وبيروح ورا زومبي وبتهجم انا على الشخص اللي بتشتري اسنان الزومبي وبتسأله على اللي باع ليه الاسنان ومش بيرضى وبتقتله. ماك بيدور على الزومبي وبيقتله همات لكن بيهجم عليه واحد منهم وبيدخل الموظف عليه وبيديله البندقية وبيقتله. وبيكون خايف وعملها على روحه وبيقول له استحمى بالكريم بتاعي وما تحطش الكريم عند مؤخرتك علشان تأثيره بيحرق. بيسأله انه بقى وتاني يوم بيسأله انه بقى كويس من الكريم. وبيكون غضبان ماك علشان جون بيكون كاتب التقرير كله ضده وبيقوله لو اتبعنا قواعد الاتحاد هتكون ميت. وبيروح عند اللي عرض عليه شراء الاسنان وبيلاقيه ميت. وجون بيكون عايز يبلغ الاتحاد باللي بيحصل علشان لو مات بشري لازم يعرفه. وبيكون ماك عايز يجمع الفلوس علشان بنته وبتطلب يديله مهلة. وبعدها بيرجع بيته وبينضمه لصيادين جداد وبيديله واقي ضد العض وبيدخلوا البيت وبيضربوا 2 والتالت ابوهم. وبينزل واحد من السقف وبيضربه وبيكون عددهم كبير وبتمسكه واحدة زومبي وبتهجم على جون. واحدة بيكون مش عارف يستخدم المسدس وبيكون عددهم كبير جدا والرصاص بيخلص منهم وبيخلصوا عليهم. وبيقول لجون انه اتبغل على نفسه وماك بيقول له هيجيب له حفاض المرة الجاية. وبيمشوا وبيدخل البيت بيلاقي صورة الزومبي اللي هتشتري بيته وبتدور عليه لكن مش بياخد باله من صورة. وبتتصل بيه وبتهدده بحياة مراته وبنته وبيدخل بنت العربية وبيقتل زومبي وبياخد بنته وبيحاول يهرب بيها. والزومبي بيطرده بالعربيات والموتوسيكلات وبيدمر عربيته وبيتصل بمراته علشان يطمن عليها وبيقرر انها تمشي هي والبنت وبيهرب منهم. وبيرجع البيت وبيلاقي الزومبي ماسك مراته وياخده بنته كمان وبيقول لمراته انه صياد زومبي وبتكون عايزة تاخد بنته ومراته وبتاخدهم وبتقول انه مع الفجر هتحول بنته زيهم. وافترس امها وبيرموها على الارض وبيفوق بعدها وبيكون صاحبه تحول وبيقتله وبيركبه راسه تاني وبيروح معاه وبيكون بيضرب واحده وبتقوله انها تحولت بالغصب وانها مش زيهم وبياخدها المكان المقدس ليهم. وبينضموا ليه اصدقائه متحولين والبنت بتقتل 6 مرة واحده وصديقه كمان بيقدر يقاتل معاه وبيكتر عددهم وبيضرب عليهم نار كتير جدا. وبتيجي عربيه تدخل وبيكون اخو مات خلص عليهم بالرصاص وبيكون معاه رشاش. وبعدها بيوصلوا وبيدخلوا مكان تاني وبيرشهم بالرصاص وبيدخلوا مكان تاني وبيكون عبارة عن كهف وبيلاقوا شوية زومبي وبيقتلوهم. وواحدة منهم بتعض اخوه وبيخليه يروح ينقذ بنته وبيواجه هو والزومبي وبيخلص الرصاص منه وبيفجر نفسه. وبيجي زومبي قوي وبيجي اصحابه بيساعدوه وبيدخل ماك وبيلاقي الزومبي بتضرب مراته وبتكون سريعة جدا ولسه اصحاب ماك بيضربوا الزومبي والزومبي بتضرب
بيضرب في مات وزوجته وبتضربها واصحابه بيقطعوا دراع الزومبي ومات بيمسك المسدس بيضربها بيه وبيقطع رعبتها وبيكون انقذ عيلته وبيجي رئيس الاتحاد وبيسألهم عن بيغ وبيقول لهم مات وبيظهر بيغ من بلاعة الصرف وبكده يكون انتهى فيلم النهاردة كتبه منتج منتصر كمال الدين عدد تقديم عمر عبد العزيز سلام.